النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن انقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة والسقوط وإيه الفرق ما بينهم. جرت العادة إن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بتتحدث عن مدة التقادم ومدة الانقضاء ومدة السقوط، اللي هي مدة الانقضاء في الجنحة 3 سنوات، في الغرامة اللي هي المدة المعينة لها، أما في الجنايات 10 سنوات. طبعا حسب ما المشرع أودع كل شيء. هنا بقى الاختلاف ما بين الجنحة واللي فيها تقادم والجنحة اللي فيها سقوط، بتأتي العبرة بآخر إجراء يعني عمله المتهم. يعني مثلا أنا خدت حكم من 3 سنين، ال3 سنوات دول أنا محدش مسكني، ما حصلليش أي حاجة، ما حصلش أي حاجة. باجي بعد ال3 سنين بجيب شهادة طبعا من التنفيذ ان انا اعلنت بالحكم ولا لا، لان طبعا معروف ان المعادلة لازم لها 10 ايام من تاريخ الحكم. ده في الغياب. والاستئناف طبعا معروف مدته قد ايه. طبعا المواد الجنائية غير المواد المدنية خالص. السقوط بقى، السقوط 5 سنين من تاريخ الفعل ذات نفسه، من تاريخ الجريمة. 5 سنين بيتحسب من تاريخ الجريمة مش من تاريخ الإجرام. وفي هنا نقطة يعني أنوه بيها وأحب أنوه لزمايلي، إن تقرير المتهم بالاستئناف أو تقرير المتهم بالمعارضة مش هو هنا الملزم للقاضي. يعني مثلا يعني أنا في شهر 3/21/3/2015 وجيت في 1/3/2018 بدفع بنجر، أو 21/2 بدفع بانقضاء الدعوة الجنائية، والمحكمة هتنظر الدعوة يوم 1/21/3. هنا طبعا العبرة بالجلسة مش العبرة بتقرير المتهم. لو السقوط بقى، هنا السقوط ما بين ال5 سنوات، يعني ال5 سنوات من تاريخ الجريمة او من تاريخ العبرة بالوقوع، وقوع الحادث او وقوع الجريمة، العبرة بال5 سنوات باخر بقى، باخر اجراء عمله. نلاقي بقى ناس كتير بتبقى فيها مشكلة ما بينهم وما بين ان هو مش عارف الانقضاء ايه والسقوط ايه. طبعا انا المشرع كان سايبها مفتوحة، والمشرع سايبها مفتوحة، ما قالش ان في الاحكام، بس اتكلم على الاحكام الغيابية. هنا في السقوط لازما، هنا بيقولوا لازما ان الانقطاع في التوقيت. يعني انا لو سافرت بره وجيت ويقولوا ان هو سافر او غادر، او في ناس بتاخد بيها وفي ناس ما بتاخدش بيها، لكن الانقضاء الدعوى الجنائيه بيكون بمضي المده، لازم تكون في خلال ال3 سنوات، بعد 3 سنوات من تاريخ الحكم الغياب الاخير. وهنا العبره ما بتبقاش بالتوقيع التقرير المتهم، بتبقى العبره بالجلسه، جلسه المعاضده او جلسه الاستئناف. وبدأ بقدم طبعا دليل العذر في الجلسة، إن شاء يعني في الاستئناف بتقدم دليل العذر عن المدة اللي انت عديتها. يعني انا لو من 3 سنين لازم انا اقدم في المدة دي، هل ايه العذر بتاعي اللي انا كنت فيه. واشكركم، واتمنى ان شاء الله يا رب كده اكون قدرت اوصل لكم المعلومة كويسة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.